وهو على الرغم ان هو طويل ولكن هو ممتع جدا، وهتعرفوا حاجات فيه كتير قوي حلو. اول حاجه هنتكلم عنها في كونسبت نمبر 1 هو ذا سيل از ا سيستم. مين هي السيل وهي ازاي بتعتبر سيستم جوه جسمك؟ تمام، يلا بسم الله ليسون 1. تمام، زي ما احنا متعودين من جريد 4 و5 قبل ما تبدا الليسون لازم يعمل لك حاجه اسمها انترودكشن. يعني ايه يا ميس انترودكشن؟ يعني مقدمه، يعني انا هعرفك انت هتاخد ايه في الكونسبت كله بس بصوره مبسطه شويه. فالبيج اللي احنا هنشرحها اول حاجه ديت هيبقى فيها معلومات كتير، ولكن المعلومات دي هتبدا توضح في الدروس اللي احنا هنشرحها بعد كده. تمام، قال لك يا سيدي لو انت بصيت على التو بيكتشر اللي قدامك، عندك على البيكتشر دي عندك فينا هورس كبير وبيبي هورس وكمان في بلانت، ماشي. وعلى الصورة دي هيومن ماما بتأكل البيبي بتاعها البنوتة بتأكلها ستروبري. تمام، ايه المعنى بتاع الصورتين ده؟ قال لك يا سيدي الليفين اورجانيزم اللي هما منهم الهيومن والانيمال والبلانت اند مايكرو اورجانيزم، كل الليفين اورجانيزم اللي موجودة في العالم كله. يعني ايه ليفين اورجانيزم؟ مع انكم ناس كبيره ولكني هقول لكم برضه. الليفين اورجانيزم معناه كل اورجانيزم كان ليف كان موف كان بريث. اي اورجانيزم بيعرف ياكل، بيعرف يتحرك، بيعرف يحس. اي حد عنده الثلاثه دول بنقول عليه ليفين اورجانيزم. طب امتى نقول عليه نون ليفين اورجانيزم؟ لو هو مش بيعمل الحاجات دي. زي الاير، هل الاير بياكل؟ لا. هل الاير بيموف؟ برضه لا. هل الاير بيسنس؟ برضه لا. يبقى الاير ده نون ليفين اورجانيزم، مش موضوعنا دلوقتي. تعالوا نرجع تاني لموضوعنا اللي هو الليفين اورجانيزم. كل الليفين اورجانيزم اللي موجوده على سطح الارض كلها، حتى اللي انت ما بتقدرش تعمل لهم ديتكت بالاي بتاعتك، اللي انت مش بتقدر تشوفهم زي البكتيريا، كل الليفين اورجانيزم دولت نيد ميني فيرجوال اكتيفيتيز، بيعملوا اكتيفيتي كتيره جدا. انت تقدر تعيش حياتك مثلا من غير ما تاكل؟ مستحيل. انا لازم اكل الفود بتاعي عشان احصل على الانرجي، عشان اعرف اعمل سيرفايف، عشان اقدر اعيش وابقى قادر ان انا اعمل اي حاجه مطلوبه مني. يبقى انا لازم اعمل فيدنج، اكل، لازم اعمل ريسبيريشن، اتنفس، ولازم يحصل لي جروث وريبرودكشن. فيدنج معناها ان انا اكل كل الاكل اللي موجود، ريسبيريشن ان انا اقدر اتنفس. هل مثلا لو قلت لك اكتم نفسك دلوقتي وما تتنفسش خالص لحد السنه الجايه هتقدر؟ مستحيل، لان الريسبيريشن ده مهم جوه البادي بتاعك. طيب ايه تاني؟ الجروث، النمو. يعني انت مثلا كنت من سنتين في جريد 4، فضلت في جريد 4 طول عمرك؟ لا طبعا، كل سنه بتكبر، بقيت في جريد 5، بقيت في جريد 6، السنه الجايه تبقى في جريد 1. تمام، ايه هو الريبرودكشن؟ اللي هو زي اكنك انت كانيمال تنتج نيو انيمال، زي الهورس الكبير ده انتج هورس صغنون، او البلانت الكبير انتج بلانت صغنون، عمليه ميكينج ا نيو اورجانيزم، هي دي الريبرودكشن. دي طبعا احنا خدناها مش هنعيد الكلام تاني بتاع السنوات اللي فاتت. تمام، قال لك لو انت جيت تبص على البادي بتاع الليفن اورجانيزم دوت هتلاقيه كونسيست اوف ا جروب اوف سيستم. فاكرين الريسبيراتوري سيستم والدايجستيف سيستم والسيركلاتوري سيستم والحاجات اللي احنا خدناها في جريد 4 و5 دي كلها؟ احنا عرفنا ايه؟ ان جوه البادي بتاعنا في حاجات اسمها سيستم. السيستم ديت احنا عرفنا ان زيها زي الدايجستيف، زي الريسبيراتوري، وزي ايه تاني؟ زي السيركلاتوري، وزي الحاجات دي كلها. تمام؟ وايه تاني؟ قال لك ان انت ثانية واحدة، بره ايه تاني؟ قال لك يا سيدي ان البودي بتاعك دوت فيه السيستم ديت، والسيستم دي كمان موجوده جوه البلان بس اسمها حاجه تانية. لو انت فاكر في جريد 5 كنت بقول لك ايه؟ كنت بقول لك ان البلان عنده ترانسبورت سيستم، جهاز اللي بيقدر ينقل الووتر والنيوترنت والفود جوه البلان. طب يا ميس انت عماله ترغي، ايه المستفاد من ده كله؟ المستفاد ان السيستم اللي موجوده جوه جسمنا is consist او build of cell، بتتبني عن طريق حاجه اسمها cell. ايه ده يا ميس؟ ده هو ده بقى موضوع اول lesson هناخده في grade 6. مين هي السيل؟ وازاي اي سيستم جوه جسمنا build of any structure called a cell؟ قال لك لو انت بصيت على البيكتشر اللي موجوده قدامك دي
هتشوف حاجة as a circle، حاجة مدورة شوية، والحاجة دي احنا بنعتبرها it is very important، مهمة جدا. طب هي ليه مهمة يا مس؟ قال لك مهمة عشان هي المين building unit، هي العنصر الأساسي اللي انت بتقدر تبني بيه كل حاجة جوه جسمك. السيستم زي الدايجستيف سيستم ما يقدرش يتكون لو السل مش موجودة، الريسبيراتوري سيستم ما يقدرش يبقى موجود من غير السل. يبقى السل ديت موجودة في كل الليفن اورجانيزمز بودي. طيب هي بتعمل ايه؟ قال لك carry out its own virtual activities، بتعمل وظيفتها المحددة. طب معلش يا مس، يعني ايه بتعمل وظيفتها المحددة؟ مش انا قلت لك السل ديت هي اللي بتكون لك الدايجستيف سيستم؟ اه. يبقى الدايجستيف سيستم كان هيعرف يشتغل لو السل دي ما كانتش موجودة؟ لا. يبقى هي كده بتعمل virtual activities. طيب يا مس، احنا كده عرفنا مين هي السل. السل دي موجودة فين؟ قال لك السل دي are found only in body of living organism، موجودة عند ال living organism بس. يعني معنى كده ان هي not found in non living organism، مش موجودة عند الكائنات اللي هم مش عايشين زي الاير. هل الاير عنده سيل؟ نو. هل الووتر عنده سيل؟ نو. هل الكب عنده سيل؟ نو. هل الانيمال عنده سيل؟ يس. الانيمال ليفنج اورجانيزم. هل البلانت عنده سيل؟ يس عنده سيل. تمام. قال لك يا سيدي انت كده عرفت مين السيل ديت، وعرفت ان هي مين بيلدينج يونت اوف ليفنج اورجانيزم، هي العنصر الاساسي اللي بتقدر تبني بيه جسمك، وهي الاساس اللي موجود في كل البادي بتاعت الليفنج اورجانيزم، من غيرها احنا ما نعرفش نعيش. تمام. قال لك بقى انت عمال تتكلم عن السل وعمال تقول لي عليه حاجات مهمه كتير، معلش هي السل دي الشيب بتاعها او السايز بتاعها قد ايه؟ حجم السل دي قد ايه اصلا؟ قال لك انت لو جيت تبص على السل هتلاقيها very tiny particles. ايه ده الكلام ده؟ صغيره جدا 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 جدا، cannot seen باي اي، ما تعرفش تشوفها بعينك. ايه ده، امال احنا عرفنا ازاي كل المعلومات دي عنها؟ قال لك لا طبعا، استخدمنا حاجه اسمها مايكروسكوب، او زي البيكيشر اللي موجوده قدامك دي. الساينتست دي بتعمل ايه؟ خدت سيل، قطعت مثلا زي ايون كده، جابت اونيون بصلايه وقطعت حته صغننه منها وحطيتها تحت المايكروسكوب، وبدأت تشوف شكل السل بتاع الأنيون ده شكله عامل ازاي. فبدأت تعرف السل ديت ايه هو الاستراكشر بتاعها، هي بتتكون من ايه، وهو ده اللي احنا هنبدأ ناخده. تمام لحد كده كل اللي انا عايزاك تعرفه هو مين السل ديت، موجودة فين ومش موجودة فين، ونقدر نشوفها عن طريق مين. السل دي هي المين بيلدينج يونت جوه البادي بتاعك، بتشوفها فين؟ بتشوفها في كل الليفين اورجانيزم. طيب هل هي تيني ولا باك؟ لا، هي فيري تيني بارتيكل، وتقدر سين باي مايكروسكوب، زي الصورة دي بنسميها مايكروسكوب، بيكون موجود جوه اللاب. لو انت عندك في السكول في لاب كده، لو دخلت هتشوف ان هو في المايكروسكوب ده موجود. لحد كده يا شباب انتوا فاهمين انا بقول ايه ولا لا؟ تمام تمام، كله تمام الدنيا معاك؟ تمام ها حد مش فاهم؟ كلكم فاهمين؟ طيب انتوا ناس جدعة قوي، محدش عايز نعيد يعني؟ متأكدين؟ طب خلاص بس سؤال اتفضلي. اكيد هو ايه الحاجة اللي هي حوالين الصوف دي؟ الحاجة اللي حوالين السلة دي هقولك دلوقتي اسمها سيل وول، الجدار اللي حوالين السلة اللي بيحفظها، عشان السلة دي احنا قلنا هي very important، صح؟ قلنا هي مهمة جدا، فحاجة مهمة جدا للدرجة دي احنا لازم نحفظها، لازم نحافظ عليها، اوكي يا فاهمة؟ ميس تمام اوكي تمام. نرجع نكمل بقى. تمام. قال لك يا سيدي هنتكلم بقى على ال building block of living organism. قبل ما نتكلم على building block ادينا two questions، وعايزين حد بقى يعمل لنا رايز هاند كده ويحل معانا التو كويستشنز دول. يلا انا منتظركم. ما حدش عامل. حلو حلو حلو، ماشي يلا يا نور نمبر 1.
microscope are used to see the structure of cell. True. برافو عليكي. طبعا شو احنا لسه قايلين ان الميكروسكوب فعلا بنشوف بيه السل. مين تاني ناخد بقى؟ ولد يلا يا مروان. نمبر 2 Living organisms are and non-living or and non-living things are made of cells. False. برافو عليك، لان احنا قلنا ال non living ما عندهاش cell، ال living organisms بس اللي عندها cell. تمام. قالك بقى، مش انا لسه قايله لك حالا السله ديت المين بيلدينج يونت اوف يور بودي؟ اه، تعالى بقى اوصف لي هي ازاي مين بيلدينج يونت، ازاي كل السيستم اللي جوه جسمنا ميد اب اوف سيل، بتتكون من السيل. قالك يا سيدي، زي ما انت لو شفت وول طويل كده، جدار كبير جدا، وجيت تبص عليه هتلاقيه بيتكون من بريك. يعني ايه بريك؟ يعني حجر من الطوب. كل وول كده لو انت بصيت على مثلا بيلدينج بيعملوه جديد، هتلاقيه بيحطوا طوبه بريك جنبها بريك جنبها بريك جنبها بريك جنبها بريك جنبها بريك. جوه البودي بتاعك السيستم بتتكون زي الوول بالظبط، بس بقى مش من بريك، بتتكون من سيل، سيل جنبها سيل جنبها سيل جنبها سيل، لحد ما تكون لك السيستم اللي انت محتاجه. تمام. يبقى زي ما البيلدينج يونت بتاع الوول هو البريك، البيلدينج يونت بتاع البودي بتاعنا هو السيل. طيب عايزين بقى نعرف مين هي السيل، عايزين نعرف الشيب بتاعها. قال لك الليفين اورجانيزمز ار ديفرنت شيب. لو انت جيت بصيت على السيل اللي عند الهيومن، الشيب بتاعها غير السيل اللي عند البلانت. ايه ده، ازاي الكلام ده؟ اهو بص على البيكتشر اللي قدامك، دي السيل اللي عند الانيمال ودي السيل اللي عند البلانت. هل هما الاثنين نفس الشيب؟ هتيجي تقولي لا يا ميس، ده دي شكلها لونه كده بيربل في نفسه ودي شكلها جرين شويه في نفسه. يبقى هما الاثنين فعلا has different shape، وكمان هما الاثنين عندهم different structure. يعني ايه؟ يعني مكونات مختلفه. دي لو جيت بصيت عليها هتلاقيها very small، والبلانت دوت هتلاقيه كبيرة شوية. انتوا رافعين ايديكوا عايزين تسألوا ولا رافعين ايديكوا تجاوبوا؟ خديجة ونور رافعين ايديكوا ليه؟ لسه انا مش فاهمة الحتة دي، ايه؟ مش فاهمة. حاضر. ايه يا نور؟ حتى الهيومن برضو عنده different، ولا الانيمال، والانيمال والبلانت بس؟ بصي، الانيمال سيل دي هي الهيومن سيل. الانيمال والهيومن هما الاثنين بنعتبرهم حاجه واحده. تمام ماشي. تمام. نرجع تاني نعيد بسرعه عشان خديجه مش فاهمه. كنت بقول لك يا سيدي، زي ما انت بتبصي على الوول على الحائط، والحائط ده بتلاقيه consist of brick. يعني ايه brick؟ يعني طوب، طوبه جنبها طوبه جنبها طوبه جنبها طوبه، لحد ما تبني البيت اللي انت ساكنه فيه، صح؟ قال لك البيت اللي انت ساكنه فيه دوت، زي ما هو بيتكون brick، جوه البادي بتاعك بيتكون من نفس الشكل ده، بس سيل جنبها سيل جنبها سيل جنبها سيل، لحد ما تكوني السيستم اللي جوه جسمك زي الدايجستيف سيستم مثلا. لو جيتي بصيتي على الاستومك اللي هي المعدة اللي كانت بيدخل فيها الفود، دي الاستومك دي بتتكون من ايه؟ بتتكون من سيل جنبها سيل جنبها سيل جنبها سيل جنبها سيل، لحد ما تكوني الاستومك كلها. تمام. قال لك طب هل الليفين اورجانيزم اللي موجوده في العالم كله عندها نفس الشيب ونفس الاستراكشر؟ يعني كلهم نفس الكالر وكلهم نفس الشكل وكلهم نفس كل حاجه؟ قال لك مستحيل الكلام ده. ليه؟ قال لك عشان انت لو جيت بصيت على الانيمال سيل اللي موجوده عندك في البيكتشر، هي هتلاقي لونها والشكل بتاعها مختلفين، والبلانت سيل هتلاقي نفس الكلام، الشيب والاستراكشر بتاعها مختلف. يبقى انت كده ال living organism are different in shape and structure. تمام. بس كلهم بقى similar in ايه؟ بيتشابهوا في ايه؟ قال لك كلهم similar in they made up of one cell or more. كلهم بيتفقوا انهم made up، بيتكونوا من one cell، من خلية واحدة او two cell او three او four. يعني انت لو جيت بصيت هنا هتلاقي عندك ادي 1 2 3 4
5 لحد بقى ما تخلص البيكتشر دي. هنا هتلاقي برضو 1 2 3 4 5، تلاقي برضو عندها مور سيل. يبقى هما different in shape والstructure بس similar ان هما عندهم نفس ال number of cell اذا كانت one cell or more. تمام، قال لك يا سيدي الصورة اللي قدامك دي بتوضح لك ال animal cell وال plant cell، ونقدر نعرف ازاي ال size بتاع ال cell. قال لك احنا مسكنا ال cell دي حطيناها under the microscope، حطيناها تحت الميكروسكوب. بصوا ده الشكل كده بتاع ال animal cell تحت الميكروسكوب بعد ما احنا عملناها في اللابوراتوري في المعمل. جينا بقى نشوف ال length of most cells are tiny، جينا نقيس ال cell ديت ال length بتاعها الطول بتاعها قد ايه، لقيناه are very tiny صغير جدا. طيب ممكن تقولي لي صغير قد ايه يا ميس؟ اه قال لك الرينج بتاعها من 1.1 مليمتر and 0.005 مليمتر. يا نهار ابيض، دي حاجه صغيره فوق ما انت تتخيل، حاجه very very tiny. So we can need microscope to see them. انت عشان كده محتاج الميكروسكوب عشان تقدر تشوف السله الصغيره جدا 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 دي. تمام، يبقى احنا كده اتفقنا على ايه؟ اتفقنا ان زي ما الوول عنده بريك، عنده حجر بيتكون منه، انت جوه البادي بتاعك عنده سيل. هل السيل دي متشابهه في الشيب والاستراكشر؟ لا، different in shape and structure. طيب امال similar in ايه؟ similar is made up of cell، بيتكون من one cell or more. تمام، اللينس بتاع الموست سيل شفنا اللينس بتاعها قد ايه، لانها very tiny صغير جدا، وبيتراوح من ايه between 0.1 مليمتر to 0.005 مليمتر، حاجة كده انت ما تتخيلش، جزء صغنن جدا 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 جدا، اصغر من السمسمية واصغر من قطعة الساند من الرملة واصغر من كل حاجة، صغننة جدا جدا جدا. تمام، قال لك يا سيدي اخر حاجة بقى، لو انت جيت تبص على some cells may be too large، في بعض السيل ممكن تبقى large. زي مين؟ قال لك زي اللي موجودة جوه الإيج، البيضة. لو انت جيت فتحت البيضة نصين هتشوف في حاجة لونها يلو موجودة في النص كده، اليلو دي هي دي السيل بتاعة الإيج. ايه ده؟ طب ما احنا قادرين نشوفها اهي، امال انت يا ميس كنت بتقولي ان هي فيري تيني ازاي وما نعرفش نشوفها غير بالمايكروسكوب؟ هقول لك دي حالة شاذة، دي الحالة الوحيدة اللي تعرف تشوف فيها السيل بعينيك، وفي بعض الحالات التانية برضه. يبقى ال unfertilized bird egg اللي هي البيضة ديت تقدر تشوفها جواها السيل اللي هي لونها يلو. تمام ماشي، قال لك طيب في حاجة اسمها بكتيريا، اللي هي لو انت مثلا سبت رغيف عيش بره التلاجة، فرغيف العيش بتاعك ده بيحصل له ايه؟ دامج، بيبوظ. طب هو ليه بيبوظ؟ عشان بيتكون عليه بكتيريا وفنجاي، بكتيريا وفطريات. طيب البكتيريا ديت living organism. تمام، قال لك it is body consists of one cell، بتتكون من cell واحدة بس، واللمس بتاعها 0.005 مليمتر. دي معلومة كده اديها لك على جنب، ان البكتيريا دي بتتكون من cell واحدة بس، واللمس بتاعها هو الرينج اللي هو مديهولك. تمام، لحد كده انتوا فاهمين انا بقول ايه ولا حد عنده مشكلة؟ لا مش كله تمام. لا بس تمام ماشي، انتوا نشطوا شكلكم، هنتفق سوا. تمام يلا نحل ال two questions دولت. raise hand بقى، يلا ناخد ناس جديدة. ياسين أحمد، نعم يا مش يلا number one. most of living organisms cells can be seen without using a microscope. هل تعرف تشوف اغلب الليفن اورجانيزم السيل بتاعتها without microscope؟ true. true. يا راجل true. يا راجل، يعني انت تعرف تشوف السيل اللي موجودة جوه جسمك ايوه مش ازاي؟ دي ازاي مش ايه دي دي ايه؟ اه لا، ديت حاجة واحدة بس تعرف تشوفها من غير الميكروسكوب.
لكن هو هنا بيقول لك most of living organism، كل الناس اللي موجودة حواليك تعرف تشوف السلة بتاعتهم. لا مش كله اه فكده فوق. طبعا الكلام ده فولس مش صحيح. يلا يا أسيل نمبر 2. The cell is the building unit of living organism bodies. هل فعلا السيل هي building unit بتاعت ال living organism؟ True. برافو عليكي، ترو. طبعا احنا لسه قايلين كنا عاملين نتكلم ان زي ما الاول عنده بريك، البودي بتاعك عنده سيل. تمام الحمد لله لحد كده الدنيا كويسه. تمام تعالى بقى نتعرف على السيل، اكنك كده لسه داخل الفصل الجديد وحد بيقول لك ايه عرفني عن نفسك، انت مين وجاي منين وعندك كام سنه. تمام تعالى بقى نعرف مين هي السيل. قال لك يا سيدي انت عرفت لسه من شويه ان كل الليفن اورجانيزم كونسيست اوف سيل، عندهم سيل. طيب يا ميس في حاجه خدناها في جريد 5 وجريد 4 اسمها ريبريديوس. يعني ايه يا مستر ريبريديوس؟ اللي هي عمليه ميكينج ا نيو اورجانيزم، ان انت تعمل انيمال جديد او تعمل بلانت جديد، اللي هي عمليه التكاثر. تمام قال لك ازاي بقى السيل دي بتقدر تعمل ريبريديوس وتقدر ان هي تو جرو، تقدر ان هي تكبر. ايه ده، هل السيل بتكبر؟ ايوه، مش انت وانت صغير انت في جريد 1 وجريد 2 وجريد 3 كنت انت قصير شويه، ما كنتش بتفهم قوي، ما كنتش بتعرف تكتب، ما كنتش لسه بتعرف تقرا، ما كنتش لسه خدت ساينس. اه كانت السيل اللي موجوده جوه جسمك هي كمان سمول. اما انت كبرت بقيت في جريد 6 خلاص بقيت كبير والسيل بتاعتك كبرت وعملت انكريز وعملت جرو. طب ازاي بقى؟ قال لك السيل اللي موجوده، حد بيتكلم عايز حاجه؟ قولي يا نور. هي السل بتكبر ولا بتكتر؟ اصل increase انا دي يعني تزيد ما انا لسه هقول ولا لك اهو، انا لسه هقولها، لسه هقول السيل بتعمل ايه، اصبروا عليا سيبوني طب. اكمل. تمام قال لك السيل ديت كان جرو اند ريبروديوس. طب ازاي يا ميس بتقدر تعمل جرو ريبروديوس؟ قال لك عن طريق increase the number of cell. ايه ده ازاي بقى؟ قال لك بص باختصار، انت عندك سيل كده قاعده لوحدها جوه جسمك، تمام؟ تيجي السيل دي عايزه تعمل انكريز، عايزه تكتر، تقوم تعمل ايه؟ قال لك تقوم عامله نفسها هاف، تقسم نفسها نصين، النص ده يروح الناحيه دي يكبر يبقى سيل، والنص ده يروح الناحيه دي وهو كمان يكبر يبقى سيل. بدل ما كان عندك سيل واحده بقى عندك تو سيل. طب افرض السيل دي هي كمان عايزه تكبر، تقوم قاسمه نصها نصين تاني، والنص ده يقوم كبران على هيئه سيل جديده، والنص ده يكبر على هيئه سيل جديده برضه. يبقى انت السيل بتاعتك دي عشان تقدر ان هي تعمل جرو، تقدر ان هي تكبر، بتقوم قاسمه نصها نفسها تو هاف، نصين من النص كده، تقسم نفسها نصين اكنك جبت تو كاروت، بطاطسيتين مثلا او جزرتين، قسمتهم نصين وكل قطعة منهم رحت زرعتها فتطلع لك بلانت جديد. نفس الفكرة بالظبط. حد كان رافع ايديه؟ خديجة. يعني ازاي يعني تقسم نفسها نصين؟ الصوت هو واطي قوي عندك. ازاي يا ميس تقسم نفسها؟ ازاي بتقسم نفسها؟ ده حوار كبير قوي. بصي جوه جسمنا الله عز وجل عامل حاجات كتيرة قوي احنا عقلنا ممكن ما يستوعبهاش. من ضمن الحاجات دي ان السيل بتقدر ان هي تكبر نفسها وتعمل انكريز. ازاي بقى؟ دي حاجه احنا ما نعرفش ندخل فيها. احنا لما جينا ندرس السيل دي تحت الميكروسكوب وجينا نحطها ونعرف هي ازاي بتكبر، لقيناها عملت كده. عملت كده ازاي؟ دي قدره ربنا، ربنا خلاها تعمل كده عشان انت تكبر، بدل ما كنت صغير تكبر وتبقى في جريد 6، شويه شويه تبقى في جريد 1، شويه شويه تخلص الدراسة بتاعتك خالص. فازاي طيب ديت؟ ايه؟ فضل دي هتبعتي لي سلايك تاني؟ اه فاضل دقيقة، أول ما لما الميتنج يخلص خشوا على نفس اللينك، اللينك ثابت مش هغيره، اللينك ده ثابت ليكوا كل مرة هتدخلوا عليه. تمام نرجع لموضوعنا، إن لما السيل ديت بتحب تكبر أو تحب تعمل grow and reproduce بتعمل increase the number of cell، بتكتر العدد بتاعها. ماشي قال لك يا سيدي وهي بتكتر العدد بتاعها
السايز بتاعها هو كمان ما بيتغيرش. يعني مثلا لو السلة دي حجمها كده، السلة الجديدة هيبقى نفس السايز ونفس كل حاجة ونفس الاستراكشر ونفس الشيب ونفس الكلر ونفس السايز وكل حاجة، كل حاجة هتبقى نفسها بالظبط. أكنك عندك أخين توأم وما تعرفيش تفرقوهم عن بعض، السلة دي ما بتكبر بيبقوا أخوات توأم هما الاتنين. تمام. قالك بقى طب تعالى عرفني ايه هو الكاركترستيك اوف